سيداتي أنساتي وسادتي الماش ممتاز هنجربوا معاكم نجربوا معاكم في الماش ممتاز هتكون شوك في العلاقة ما متأكدينش ما مرتاحينش برسطين نسواس موسوسين نجربوا معاكم في الماش ممتاز تعيطوا لستوندار إذاعة إتراديو 05 30 300 05 30 300. صباح السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير. صغير خويا مومو كيفاش لاباس عليك؟ الحمد لله كلشي بخير وانتيا صحه لاباس؟ مزيان عباش مبروكه امور مزيان الحمد لله كلشي بخير. صباح بغيتي تجربي عبد الواحد؟ بغيت نجرب خويا عبد الواحد. هادي 6 سنين وانت معاه؟ وي هادي 6 سنين وانا معاه ومؤخرا مده عام هادي دابا وانا كنشك فيه بزاف يعني مابقاش ديك العلاقه ديالنا كيف ما كانت في الاول. من حيتاش؟ نهية الشك بزاف هو ولا كيشك فيا وانا كنشك فيا يعني تقريبا هو يا مشكك في بعضياتكم وجيو تشككوني انت انا في راسي انا ياك هو كيشك فيا وانا كنشك فيه اكثر يعني هو علاش انا كنشك فيه دائما نفوني عليه ما يجاوبنيش نهائيا حتى ترشق له هوايا بلاش نديرو نقطه بنقطه هذه ديال كنعيط ليه ما كيجاوبنيش شنو معناتها واش انت بالنسبه لك خاصك غير تعيط عليه يجاوبك ولا كتعيط عليه بزاف المرات ما كيجاوبكش؟ لا انا بالنسبه ليا يعني خصني نفوني عليه يجاوبني هو النوبه الاولى مثلا الثانيه الثالثه. علاش السيد ما خدامش؟ ما عنده خدمه؟ ما عنده عائله؟ ما عنده اصدقاء؟ ما عنده واش خدمتو في الحياه يا صباح؟ هو الحاضر ديالو هو كيقول لك يا ان كنكون في الدار انا ما كنقدرش نهضر هو اول حاجه ديالو ما كيهضرش في التليفون ما يجاوبنيش نهائيا في الدار. نهائيا ما يجاوبنيش. هذا صباح القضيه هذه حيده من راسك ديال ان خصني نعيط عليه يجاوب شنو نعيط عليه يجاوب. والناحيه الثانيه كانت دابزو بزاف يعني هو ولا معصب بزاف علاش كانت دابزو شي واحد المده ديال شهرين ثلاث شهور يقطع عليا التليفون يقدر يبلوكيني ويولي يرجع لراسو ويرجع يرغب ويبقى يزاوق انا داك الشيء اخر مره ما عمرها غادي تعاود صافي غادي نرجعوا مزيان واي حاجه بغيتيها هي اللي غتكون. اي هضره بغيتيها انت وفوقاش ما عيطتي غادي نجاوبك. يقطع عليك شهرين ويرجع عاوتاني. دابا هذه هي المده ديالنا تقريبا دابا هذا العام الاخر اغلبيه ديالو راه بدا لنا في شهر واحد في راس العام وما ولا رجع حتى لشهر 6. اش هاد العلاقه؟ عاد ولينا اش هاد العلاقه؟ يعني هذه هي الوحيده اللي ماشي علاقه دي علاقه هذه شهاد العلاقه هذه شهاد الحاله هذه. صعيبه بزاف دابا المشكله انا فاش كيرجع ويعيط ليا ويطلب مني يعني نتصالحوا ونرجعوا وخا كنكون انا درت علاقه وحده اخرى يعني خارجه عليه هو ولا شي حاجه كنقدر نسمح كل شيء ونرجع عليه هو ما كنعرفش راسي كنلقى راسي انايا باغاه هو ما بغيتش انا شي انسان وحده اخرى تبغي هذا البهلان هذا البهلان هذا ماشي العلاقه هذه بهلان فهمتي يعني هذا بغيت نعرف ملي كتهضر معاه على المعقول شي حاجه كيقول لك انا باغي ولكن خاصني نخدم مزيان خاصني نعول على عائلتي خاصني نكون انا اللي مسؤول خاطر بزاف المسؤوليه راه هذه تبغي معايا تاني نصبري معايا العيد كبير العيد صغير هو ديني هكا كل مره عذر تشكل مره اخر مره كنا دابزنا واحد المره قال لي تعطيني المضبص ديال فيسبوك ونعطيك مضبص فيسبوك والواتساب وداك الشيء زعما ماشي يكون اي حاجه بيناتنا ثقه عطاني المضبص ديال فيسبوك هو عطاني مضبص فيسبوك ديالو انا ما عطيتوش قال المضبص ديال فيسبوك ديالو ملي دخلت له لقيت شي بنت تهضر معاه في ذاك العام اللي كنا حنا تعرفنا فيه ديال 2015 تقريبا 2016 قال لي ملي لقيت هذاك نفس الكلام اللي كيقول لي انا بغيت تمشي وبغيت تكمل معك حياتي وبغيت هذا لقيت نفس الهضره كيقولها لذاك البنت. اه ودخلت انا عند ذاك البنت وقلت لها اختي شنو بينك وبين هاد السيده شنو هي الكراف قالت لي اختي انا ما كنعرفوش كان ما بيناتنا حتى شي حاجه قلت له هو قال لي هذيك كنت كنعرفها قبل ما نعرفك انت هي شي حاجه اللي غادي نحصلها قبالتي ما حصلتهاش ولكن هذا المشكل ديالو هو اللي ديما مدابز دائما هادشي صباح 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 هادشي ما حماج هادشي ما حيت اخويا انا اللي حسيت كنت درت ذنب واحد اللي كنت درت معاه انا كنت مزوجه فيه كمزوجه مطلقه ونكرت خبعت عليه مده ديال عامين حنا متعارفين وما قلتهالوش. ما قلتيش انه كنت مزوجه ومطلقه؟ ما قلتهالوش ونهار اللي قال لي هو يا واحد النهار بغينا نتفارقوا صافي جات واحد الصدفه جيت انا خطيت له كل شيء وصلت له علاش بغيت نتفارق معاك جا هو يا صافي طلع الدم والدبز معايا لا علاش تخبي عليا هادشي كامل كله دايره في داري تقدري ديري اي حاجه في داري وحده اخرى من غير هادي ملي كنخبع عليا مده ديال عامين صافي دابا انا ويا قطعنا التليفون وما بقاتش بيناتنا حتى شي حاجه ولا رجع كنشوفو كيتقرب مني اكثر من اللي كان قال لي لا وانا حسيت بالاعذار ديالك وصافي خلينا نكونوا مزيان ونكونوا كيف ما كنا وانا بغيتك كيف ما انت هي
صافي رجعنا عادي حياتنا كما كنا في الاول. ولكن فاش كيسافر المشكله ديالو هو فاش كيسافر عنده. نعم اخويا بارك الله يجعل بركة. دوختيني دخت عم تلقى مزوجة وكيقطع معك كل شراينا وين قديت دخلتي الموت باص هادشي كلشي كامل ترون كلشي خلطينا كلشي درتينا الباناشينا مابقاش لا المشموم تيست ولا الباناشي تيست هذا ولا الحريرة تيست هذا. واو 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 انا براسي مازال ما عارفهاش انا براسي مدوخة وخصني نعرف انتم الوحيدين اللي غادي نعرف هذه اخر حاجة ولا اول حاجة وخا لا وخا نعيطوا واو 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 نعيطوا. ثلاث شروط مهمة جدا في المشموم تيست الصباح. المشموم تيست هو التيست يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف يقدر يعزلك انت ما يعزلكش انت الى ما عزلكش انت غير بلاتي احسن. وثالثا خاصك لابد تهضري معاه في الاخر صباح لابد تهضري معاه نيشا باش ما كان. مرحبا خويا مومو نعيطو. مرحبا شكرا نعيطو. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اش اخبارك اسيدي لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله اللهم لك الحمد. نقدم لك راسي معك فاتي من شركة ورود المغرب. احنا واحد الشركة مختصة في بيع العروض وفي اطار تعريف بالمنتوج ديالنا اكثر درنا واحد القرعة صغيرة ومبروك عليك اسيدي كنتي ما بين الناس المحظوظين اللي ربحوا معنا بوكي د فلور تقدر تهدي الحبيبة الخطيبة ولا الزوجة ديالك اسيدي لمن تبغي تعطيه. الخطيبة ديالي. شنو السمية ديالها؟ شنو السمية ديالها اسيدي؟ صلاح ولا صلاح؟ صلاح ولا صباح؟ عبد الواحد دابا معاك مومو عرفتيني؟ راك معنا في الماتش ممتاز والصباح اللي بعيط انا باش نعيطو لك باش نجربوك راك نجحتي وبزز صباح. السلام عليكم. كنبغيك بزاف وكنحب نقع عليك وعمري غادي نتخلى عليك. انا كنت شاكة فيك بزاف يعني على داك الشيء اللي بيناتنا مؤخرا يعني بزاف كنجازو ولا كتعصب انت بزاف ولا فيها حوايج يعني اللي كتخليني تشكيك انا بزاف. هذا هو اللي خلاني ندير لك مش ممتاز ودابا اختاريتيني انا عاد عرفت صورتك. شكرا بزاف بزاف. الله يكون بالخير الله يكون بالخير. صباح فرحنا بزاف حيت عزك عبد الواحد. واش هذا واش هذا عبد الواحد ولا الرجل الالي هذا؟ واش انت روبو انت؟ بحال شي روبو. الله يكمل لكم بالخير. صباح بخير على خاطرك. خويا مومو شكرا بزاف 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 على خطاك. شكرا بزاف وسمح لي اللي سهل عليك. قلت مشكل مرحبا. ديروا معنا المشموم تيست 035 300 300 035 300 300. سيداتي انساتي وسادتي المشموم تيست تجربوا معنا العلاقه ديالكم سامارش با سافا با ما بقيتوش متاكدين كيف قبل ما بقيتوش مرتاحين كيف قبل. نديروا المشموم تيست عيطوا 05 30 300 300 05 30 300 300. سعاد اخبارك؟ الحمد لله بخير مومو. اش اخبارك انت؟ كل شيء بخير الحمد لله. مرحبا بغيتي تجربي سفيان؟ وي بغيت نجربو. مخلوعه؟ لا مخلوعاش. لا ما مخلوعاش عاجب لكس مزيان. هكداك يلاه الي سعاد الي. شكرا بزاف مومو على خطاك. كنتي كتهضري مرخيه قلت لها مخلوعه قلت لها لا مخلوعاش انا شكون كنخافوش هنايا مراكش وكن خافوش. بارك الله فيك. مرحبا سعاد. كن خافوش حنايا. بارك الله فيك. حنا من بلاد الدوديات ما كن خافوش. مرحبا سعاد. انا عيطو سفيان من تجربي. هذه عام واربع شهور انت معاه؟ وي انا عام واربع شهور معاه ومن نهار هضرت معاه وهو كيهضر لي على المعقول والجواج. هي المعقول والجواج. مزيان. ديما كيقول لي هاد السيمانه غنجي لداركم هاد الشهر غنجي لداركم هاد السيمانه غنجي لداركم. كنقولها لوالديا كيوجدوا كلشي وما كيجيش. كيبدا تيقول لي لا راه الوالد مريض لا تيبدا تيخرج لي بالاعذار بزاف بزاف. ودابا زكا معايا شهر اونص شهر اونص شهر 8 وفاض نص ديال شهر 9 ومنين تيقرب يبغي يجي كيبدا تيخلق مشاكل بيني وبينه باش ما يجيش. شحال مره هذيك القضيه هذيك ديال غنجي وما جاش؟ شحال من مره. بزاف بزاف المرات ديما توصل الشهر. ودابا منين زكا معايا بيجي في هذا الشهر السعود
مبقاش كيتلاقى معايا، مبقاش كيعيط كيبقى ما حتى شي حاجه. وكنقول ليه الناس واش بغيتيني قولها ليا، ما بغيتش تقولها ليا راه ما كاين حتى مشكله، كتضيع ليا غير وقتي. شوف نيشان لي نيشان وهكا مخسر ليا الصوره ديالي مع والديا، يقول لي هذا كيتفلى علينا، هذا كيجي لينا، واش بغاك يجي ما بغاك صافي. كنقولها ليه كيقول لي انا غنجي شويه، يقول لي عاوتاني لا بلاتي لا هاجي لا هاجي، متردد ما عرفش انا مالو. ومن شي حاجه ملي كنتخاف انا وياه هكا كنتناقشوا، كيقول لي شوف انت كنت في طريق وانا في طريق. كنقول ليه صافي ولد الناس، كتجوز ساعه ولا ساعتين كيتصلوا باش يقول لي حبيبه انا بغيت نشوفك، انا توحشتك، انا باغيك المعقول. انا كنقولها بحال قلتي ديال الله يعاونك، لا ما تجيش على هضرتي، انا ما تجيش لي على هضرتي، انا تنبغيك، انا كنحماق عليك. انا ها وهادي شهر ما شتيش انتيا؟ دابا شهر هادي باش. انتوما راكم في نفس المدينه انتوما؟ في نفس المدينه، الا بغيت تلاقى معايا طبعا الصور يطلع عندي. والشهر ما تلاقيتيش معايا؟ 20 دقيقه تلقى عندي. مرة كنتخاف انا وياه المشكل من عندي، وكيجي كاينه في وسط الخدمه وكيجي لعندي للخدمه. واخا لا واخا سعاد نعيطوها سعاد نجربوها سعاد. اوكي وفايتك لقيتي بزاف ديال البنات ونمر البنات في التليفون ياك؟ وي كيقول لي ما كاينينش عندي البنات، ومني وحنا تقلبت التليفون لقيت عنده بزاف ديال البنات. ومشكله حيد لي التليفون، حيد لي الواتساب، فارس لي التليفون، تيقول لي بغيت. كنقول لي وانا درت معاك بزاف ديال الفلوس حتى حاجه ما بغيتش. التليفون ما فيهش واتساب، ما فيهش كونيكسيون. هو حيدو ليك؟ هو حيدو ليا ما مره ما جاش ولا الزما. كيقول لي انا بغيتك، كنقول له بغيتيني ويجي، علاش انت دايرني ومحصرني بحال هكا ما حتى شي حاجه؟ ايوا يجي ولا عاوتاني. انا ولا ما فهمتش. ولا واش تبي تشوف كاع التليفون في الواتساب وفي زعما سمارت فون وحيدو لك؟ خديتي التليفون عادي؟ وي وي حيد لي كلشي حيدو لي. ولا مره بدلت النمره لا قبلو ولا قلت النمره الاولى الثانيه كنقول لي بغيتيني، لا قلت انت نمرتك ونبدل انا نمرتي ونبداو من الزيرو. هي لا انت نمرتك اللي فيها المشكل. كنقول إيه واخا لا هادشي ماشي معقول. ما عرفتش. انا نقول لكم بكل صراحه هادشي ما تبقاش ما تقبلوش، هادشي ما بقاش غادي تقبلوش حيت كنبغيك حيدي التليفون، حيدي الكونيكسيون، حيدي ما كاينش حيدي. حيدي هادي لما تدخلش الواتساب تندخل انا. هادي 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 تسطيه هادي ديالها واحد حيت كيبغي وحده يحيد لها كل شيء، يحيد لها الكونيكسيون، يحيد لها صحابها صحاباتها، يحيد لها كل شيء زعما. لا كل شيء هادي تسمى عمليه العزل. كل واحد يعيش حياته، بغيتي تكون مع الواحد خلي واحد يعيش حياته، انت عيش حياتك وكل مع بعضياتكم. لا عرفتي دابا سخنتينا، عرفتي دابا عرفتي الا ما عرفتيش غادي ندير ليه. انا عيطت لسفيان نجربو ثلاث صوت مهمه جدا. غنزيد الشرط كنحضر مع الشروط اليوم. الشرط الاول هو مش تيست بوزيتيف نيجاتيف يقدر يعزك ما يعزكش انت. ثاني حاجه خاص بلاتي احسن الا ما عزكش انت غادي ندوزوك في الاخر باش ما كان. ورابع الشرط وانا غادي نتكلف به انا الاول. اوكي واخا ماما شكرا لك. شو ماتش نعيطو؟ نعيطو لا ما بقى ما ديريش الماكياج. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اش اخبارك لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. طول عمرك. الحمد لله سيدي. نقدم لك راسي. مرحبا. معك فاتي من شركه ورود المغرب. احنا واحد الشركه مختصين في بيع الورود، وفي اطار تعريف بالمنتوج ديالنا اكثر درنا واحد القرعه صغيره. ومبروك عليك سيدي، راك ربحتي معنا بوكي فلاغ تقدر تهديه للحبيبه الخطيبه ولا الزوجه ديالك. يكفي تعطيني السميه ديالها، المدينه ورقم التليفون، حنا كنصيفطوا لها حتى لباب الدار. لما تبغي تعطي هذا البوكيت فلاه. واخا لا العنوان ما حافظش مزيان. ماشي مشكل، عطيني السميه ديالها والمدينه والنمره ديال التليفون حنا كنتكلفوا. واخا لا بارك الله فيك. شنو السميه؟ سعاد. سعاد. اين مدينه؟ مراكش. مراكش. شنو تبغي تكتب لها مع البوكيت فلاه؟ هي اللي كاينه تنحماق عليها تنموت عليها. وسترتوج بها وسترتوج بها. وخليها تستعمل التليفون وخليها الكونيكسيون مسكينه. او واش العالم كبغي تكونيكتا وهي ما تكونيكتاش؟ اخويا سفيان. اخويا سفيان علاش حيد حيد التليفون اخويا؟ علاش حيد التليفون انت؟ ما تقطع العالم خليها تكونيكتا مع العالم. اش اخبارك سفيان؟ كلشي بخير معاك؟ مو وراك معنا في الماتش ممتاز. كاينه سعاد اللي عيطتنا باش نعيطولك باش نجربوك ندوز عليك. سعاد تهضري معاه. الو يا الكبيدة. الكبيدة ديال الشهر ماشي الكبيدة. الكبيدة. القليل. أنت اللي خليتيني نشكيك الصراحة وما عرفت باقي منين ما نكذبش عليك. ياك. ولا عندي غادي تلي عندي.
ايوا ما نكذبش عليك. سعاد عزيزك بدون تردد شكون قالك سعاد عطاك كلشي فين ساكنه الامور هي هذيك الله يكمل لكم الخير خويا. عارف كلشي. وسفيان. نعم سيدي. انت غادي نجيو وما تستعمل على اساس ما كاينينش. قريب على هذا الشهر في هذا اليوم ان شاء الله. يلا يكمل بخير اخويا هذه السيده هذه اللي كنت ناوي معها معقول اخويا. شكرا بزاف شكرا بزاف. معقول معقول. معقول معقول. كاينه. الله يسلك الامور اخويا. سعاد بقيتي على خاطرك؟ وي بقيت على خاطري تعني الدهبة وحق الله ماما شكرا بزاف الله يخطيك بزاف بزاف وحق مرحبا الله. مرحبا مرحبا ماشي ممتاز ديروا معنا ممكن 05 30 300 300 05 30 300 سيداتي انساتي وسادتي الماش ممتاز العلاقه ديالكم صباح صباح اللي بعد ما فاهمينش ياك يا كنيس سلام خويا مومو سلام يا كنيس العلاقه صباح با صباح واش انتي صباح ولا صباح با العلاقه صباح ولا صباح با انا بزاف حيت كنهضر معاك صراحه فرحان بزاف مرحبا نسرين باش تجربي الحسين اه هذه 50 انت معاه هذه 50 وانا معاه وكنشك فيه حيت كنهضر معاه في الواتساب كنبقى نسرد ليه وما كيجاوبنيش وشكيت فيه ودخلت الفيسبوك على اساس انا لبنى وقلت لي انا واش انت سيليباتير قال لي اه سرد لي الواتساب ديالك وانا تالي الغدا وليت رجعتي ومني لقيته قلت لي انا ها شكون قال لي انا راني عرفتك انتيا لا تفكر تحكي معي وانا ما تيقتوش قديمه حيت عرفت انت هي دار راسو سيدي باتر زعما باش اه دار راسو سيدي باتر في المسلسل اللي درتي ديال لونه السريعه ديال زعما هو عارفك واخا و 50 العلاقه فيها المعقول كتهضروا المعقول كتهضروا على شي حاجه فيها المعقول فيها المعقول هو كيعرف والديك كتعرف والديه كيعرف حيت هو غير من الحومه ديالنا كيعرف العائله ديالي كنعرف انا عائلته كان قالها هو لعائلته قال لي انا كنبغي واحد البنت وهكذا ولكن انا ما قلتهاش يعني كانت غير ماما اللي في خبارها بابا ما قلتها ليش ولكن كيقول لي نخطبك وكذا وكيبقى يجيب لي بزاف ديال يعني الاسباب هادشي اللي كان واخا انا بغيت نجربو شوف مين يقطع ليا وهادشي مؤخرا ولا وقع بشحال هادي لا اخويا تقريبا من هادي شحال هو كيدير ليا بحال هكا يعني قريب فاش كيهضر معايا من التليفون يعني ما كيبغيش يجاوبني كيقول لي ما سمعتش التليفون كنسرد لي في الواتساب كيقول لي كنهضر غير مع الاصدقاء ديالي وهادشي علاش ما كنجاوبكش انت يعني كل مره شنو كيقول لي جربوا اه باغي نجرب نعيطو نسرين نعيطو الحسين جربوا ثلاث شروط مهمه جدا في المشموم تيست المشموم تيست هو التيست يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف يقدر يعزك انت ما يعزكش انت الا ما يعزكش انت غير بلاتي احسن وبالتالي تخصك لاب ودا تهضري معاه في الاخر اه باش ما كان اه تكلمي معاه نعيطو اه انت خايفه ولا ما خايفاش؟ شويه نديرو نديرو ما تخافيش شكرا كل شيء غيدوز بخير الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اش اخبارك لاباس عليك كيداير اختي الله يحفظك لاباس عليك الحمد لله نقدم لك راسي مرحبا معك فاتي يا سيدي من شركه ورود المغرب احنا واحد الشركه مختصين في بيع الورود وفي اطار تعريف بالمنتوج ديالنا اكثر درنا واحد القرعه صغيره ومبروك عليك يا سيدي الله يبارك فيك راك ربحتي معنا بوكيت فلا تقدر تهدي للحبيبه الخطيبه ولا الزوجه ديالك اعطيني يا سيدي غير السميه ديالها المدينه ورقم التليفون حنا كنصيفطوا لها حتى لبا في الدار لما تبغي تعطيه الخطيبه ديالي فاطمه الزهراء داكوغ فاطمه الزهراء شنو تبغي تكتب لها مع البوكيت فلا كنبغيها بزاف داكوغ شحال نتوما مخطوبين ان الله شي شهرين هكا داكوغ فين مدينه كاينه فاطمه الزهراء في مدينه تازة كاينه في تازة داكوغ اسيدي ونسرين كيفاش حسين بخير نعم معك مومو عرفتيني مرحبا خويا نترك معنا في الماتش ممتاز اللي معي طبعا جربك ماشي هي فاطمه الزهراء هي نسرين ندوز عليك هضري معاه الو حسين نسرين وي خويا مامو صعيبه هادشي سمعتي صعيب بزاف 50 هادشي صعيب ما نكتبش عليك خدمني بزاف وما كانش كيحسب ليا غادي يعجل هاد البنت اسمها قال لك فاطمه الزهراء يعني كان كيقول لي كنبغيك ما بقيتش فاهمه والو صراحه نعاود نعيطو ليه ما عرفتش ما نكذبش عليك دخلت
طلق هادشي اللي سمعتي دابا هادشي اللي وقع لي كتجي كيدوخ صعيب ماشي غير كيدوخ هبطوا لي كيفاش عليكم؟ لا عاود عيطوا ليه هادي الصدمة هادي يعني صافي الله يسهل عليه ما غاديش نبقى فهمت يعني خمس سنين ديال العلاقة خمس سنين ديال الحب كيما كيقول هو ولكن تقدري بصح يكون الحب من طرف واحد نقدر غير بوحدي اللي كنت كنحلم ما تبلوكينا يكون معك النسرين قبل هادشي اللي وقع في مشون تيست واخا يلاه خليك معنا باش نسيطر معاك باش انت تنفسي مزيان باش تكرمي شويه هادشي اللي وقع لك ولي هادشي دابا في مشون تيست ما سالش عيطوا على قبل نسرين 05 30 300 300 05 30 300 300 يعني كنت غير ماما الخبارها بابا ما قلتها ليش ولكن كان كيقول لي نخطبك وكذا وكيبقى يجيب لي بزاف ديال يعني الاسباب هادشي اللي كان واخا يعني بغيت نجربو شوف مين يقطع ليا وهادشي مؤخرا وقع بشحال هادي لا اخويا تقريبا من هادي شحال هو كيدير ليا بحال هكا يعني قريب فاش كيهضر معايا من تلفوني عليه ما كيبغيش يجاوبني كيقول لي ما سمعتش التليفون كنسرد ليه في الواتساب كيقول لي كنهضر غير مع الاصدقاء ديالي وهادشي علاش ما كنجاوبكش انت يعني كل مره شنو كيقول لي جربوا باغا نجربوا نعيطو نسرين نعيطو لحسين جربوا ثلاث شروط مهمه جدا في المشموم تيست المشموم تيست هو التيست يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف يقدر يعزك انت ما يعزكش انت الا ما يعزكش انت غير بلاتي احسن وبالتالي تخصك لابد تهضري معاه في الاخر باش ما كان تكلمي معاه نعيطو انت خايفه ولا ما خايفاش شويه نديرو ما تخافيش شكرا كل شيء يدوز بخير الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اش اخبارك لاباس عليك كيداك صافي الله يحفظك الحمد لله نقدم لك راسي مشاوفيش مرحبا معك فاتي سيدي من شركه ورود المغرب احنا واحد الشركه مختصين في بيع الورود وفي اطار تعريف بالمنتوج ديالنا اكثر درنا واحد القرعه صغيره ومبروك عليك سيدي مرحبا الله يبارك فيك راك ربحتي معنا بوكي تفله تقدر تهدي للحبيبه الخطيبه ولا الزوجه ديالك يعطينا سيدي غير السميه ديالها المدينه ورقم التليفون وحنا كنصيفطوا لها حتى لباب الدار لما تبغي تعطيه الخطيبه ديالي فاطمه الزهراء داكوغ فاطمه الزهراء شنو تبغي تكتب لها مع البوكي تفله كنبغيها بزاف داكوغ شحال انتم مخطوبين ان الله شي شهرين هكا داكوغ في اين مدينه كاينه فاطمه الزهراء في مدينه تازه كاينه في تازه داكوغ اسيدي ونسرين كيفاش حسين بخير نعم معك مومو عرفتيني مرحبا خويا انت راك معنا في الماتش ممتاز اللي معيطه باش جربك ماشي هي فاطمه الزهراء هي نسرين غندوز عليك هضري معاه الو حسين نسرين وي خويا ماما صعيبه هادشي سمعتي صعيب بزاف 65 هادشي صعيب ما نكتبش عليك صدمني بزاف وما كانش كيحسب ليا غادي يعجل هاد البنت اسمها قال لك فاطمه الزهراء يعني كان كيقول لي كنبغيك ما بقيتش فاهمه والو صالح نعاود نعيطو ليه ما عرفتش ما نكذبش عليك دخت قالك هادشي اللي سمعتي دابا هادشي اللي وقع لي كتجي كيدوخ صعيب ماشي غير كيدوخ هبطوا لي مين هو كيبدا ليكم نعاود نعيطو ليه هادي الصدمه هادي يعني صافي الله يسهل عليه ما غاديش نبقى يعني ما فهمت يعني خمس سنين ديال العلاقه خمس سنين ديال الحب كيما كيقول هو ولكن تقدري بصح يكون الحب من طرف واحد نقدر غير بوحدي اللي كنت كنحلم تبروكينا تفضل المرأة يكون ديما تفضل المرأة ما تبروكينا ما تفضل المرأة بغيتي الناس يهضروا معاك نسرين على قبل هادشي اللي وقع في مشون تيست واخا يلاه خليك معنا باش الناس يهضروا معاك باش انت تنفسي مزيان باش تكرمي شويه هادشي اللي وقع لك ولي هادشي دابا في مشون تيست ما سالش عيطوا على قبل نسرين 05 30 300 300 05 30 300 300 شويه نديرو ما تخافيش شكرا كل شيء غيدوز بخير الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اش اخبارك لاباس عليك
كيداير اختي غير كنلاحظ داك الاسلام الحمد لله نقدم لك راسي مرحبا معك فاتي يا سيدي من شركة ورود المغرب. احنا واحد الشركة مختصين في بيع الورود وفي اطار تعريف بالمنتوج ديالنا اكثر درنا واحد القرعة صغيرة ومبروك عليك يا سيدي. مرحبا الله يبارك فيك. راك ربحتي معنا بوكيت فلا تقدر تهدي للحبيبة الخطيبة ولا الزوجة ديالك. يعطيني يا سيدي غير السمية ديالها المدينة ورقم التليفون وحنا كنصيفطوا لها حتى لباب في الدار لما تبغي تعطيه. الخطيبة ديالي فاطمة الزهراء. داكوغ فاطمة الزهراء شنو تبغي تكتب لها مع البوكيت فلا؟ كنبغيها بزاف. داك وشحال نتوما مخطوبين؟ ان الله شي شهرين هكا. داك وفي اين مدينه كاينه فاطمه الزهراء؟ في مدينه تازه. كاينه في تازه. داك وغاسي ونسرين كيفاش حسين؟ بخير. نعم معك مومو عرفتيني. مرحبا خويا. انت راك معنا في الماتش ممتاز اللي معي طابش جربك ماشي هي فاطمه الزهراء هي نسرين غندوز ذلك هضري معاه. الو حسين نسرين وي خويا ماما صعيبه هادشي سمعتي صعيب بزاف 50 هادشي صعيب ما كتبش عليك خدمني بزاف وما كانش كيحسب ليا غادي يجي هاد البنت اسمها قال لك فاطمه الزهراء يعني كان كيقول ليا كنبغيك ما بقيتش فاهمه والو صراحه نعاود نعيطو ليه ما عرفتش ما كتبش عليك دخلت انا قال شي هادشي اللي سمعتي دابا هادشي اللي وقع لك هادشي كيدوخ صعيب ماشي غير كيدوخ هبطوا لي ولا كيبدا لك انا عاود نعيطوا ليه هادي الصدمة هادي يعني صافي الله يسهل عليه ما غاديش نبقى يعني ما فهمت يعني خمس سنين ديال العلاقة خمس سنين ديال الحب كيما كيقول هو ولكن تقدر بصح يكون الحب من طرف واحد نقدر غير بوحدي اللي كنت كنحلم تبروكينا تفضل مرأي يكون ديما تفضل مرأي ما تبروكي ما تفضل مرأي بغيتي الناس يهضروا معاك نسرين على قبل هادشي اللي وقع في مش مونتيست واخا يلاه خليك معنا باش الناس يهضروا معاك باش انت تنفسي مزيان باش تكرمي شويه هادشي اللي وقع لك قولي هادشي دابا في مش مونتيست ما سالش عيطوا على قبل نسرين 05 30 300 300 05 30 300 300 ان الله شي شهرين هكا داك وفي اين مدينه كاينه فاطمه الزهراء؟ في مدينه تازه كاينه في تازه داكوغ اسيدي ونسرين كيفاش حسين بخير نعم معك مومو عرفتيني مرحبا خويا انت راك معنا في الماتش ممتاز اللي معي طابش جربك ماشي هي فاطمه الزهراء هي نسرين غندوز ذلك هضري معاه الو حسين نسرين وي خويا مومو صعيبه هادشي سمعتي صعيب ماشي غير صعيبة بزاف 65 هادشي صعيب ما كتبش عليك خدمني بزاف وما كانش كيحسب ليا غادي يجي هاد البنت اسمها قال لك فاطمة الزهراء يعني كان كيقول ليا كنبغيك ما بقيتش فاهمة والو صراحة نعاود نعيطو ليه ما عرفتش ما كتبش عليك دخلت انا قال هادشي هادشي اللي سمعتي دابا هادشي اللي وقع لك هادشي كيدوخ صعيب ماشي غير كيدوخ هبطوا لي منين كيبدا لك نعاود نعاود نعيطو ليه هادي الصدمة هادي يعني صافي الله يسهل عليه ما غاديش نبقى يعني ما فهمت يعني خمس سنين ديال العلاقة خمس سنين ديال الحب كيما كيقول هو ولكن تقدر بصح يكون الحب من طرف واحد نقدر غير بوحدي اللي كنت كنحلم تبروكينا تفضل المرأة يكون ديما تفضل المرأة ما تبروكي ما تفضل المرأة بغيتي الناس يهضروا معاك نسرين على قبل هادشي اللي وقع في مش مونتيست واخا يلاه خليك معنا باش الناس يهضروا معاك باش انت تنفسي مزيان باش تكرمي شويه هادشي اللي وقع لك قولي هادشي دابا في مش مونتيست ما سالش عيطوا على قبل نسرين 05 30 300 300 05 30 300 300 وي خويا ماما صعيبه هادشي سمعتي صعيب ماشي غير صعيبه بزاف 65 هادشي صعيب ما كتبش عليك خدمني بزاف وما كانش كيحسب ليا غادي يجي هاد البنت اسمها قال لك فاطمه الزهراء يعني كان كيقول ليا كنبغيك ما بقيتش فاهمه والو صراحه نعاود نعيطو ليه ما عرفتش ما كتبش عليك دخلت انا قال هادشي هادشي اللي سمعتي دابا هادشي اللي وقع لك هادشي كيدوخ صعيب ماشي غير كيدوخ هبطوا لي منين كيبدا لك نعاود نعاود نعيطو ليه هادي الصدمه هادي يعني صافي الله يسهل عليه ما غاديش نبقى يعني ما فهمت يعني خمس سنين ديال العلاقة خمس سنين ديال الحب كيما كيقول هو ولكن تقدر بصح يكون الحب من طرف واحد نقدر غير بوحدي اللي كنت كنحلم
اسمح كومبوزي ات انديسپونيبل تبلوكينا اتفضل المراه يكون ديما تفضل المراه ما تبلوكي ما تفضل المراه بغيتي الناس يهضر معاك نسرين على قبل هادشي اللي وقع في مشون تيست واخا يلاه خليك معنا باش الناس يهضر معاك باش انت تنفسي مزيان باش تكرمي شويه هادشي اللي وقع لك وليه هادشي دابا في مشون تيست ما سالش عيطوا على قبل نسرين 05 30 300 300 05 30 300 300 كيف جايلك دخلت هلا هادشي اللي سمعتي دابا هادشي اللي وقع لك هادشي كيدوخ صعيب ماشي كيدوخ هبطوا لي نقولوا كيف عيطوا ليه هادي استما هادي كاين صافي الله يسهل عليه ما غاديش نبقى فهمت يعني خمس سنين ديال العلاقة خمس سنين ديال الحب كما كيقول هو ولكن تقدري بصح يكون الحب من طرف واحد نقدر غير بوحدي اللي كنت كنحلم محبوزي ايت انديسبونيبل تبلوكينا تفضل المراه يكون ديما تفضل المراه ما تبلوكي ما تفضل المراه بغيتي الناس يهضروا معاك نسرين على قبل هادشي اللي وقع في مشون تيست واخا يلاه خليك معنا باش الناس يهضروا معاك باش انت تنفسي مزيان باش تكرمي شويه هادشي اللي وقع لك وليه هادشي دابا في مشون تيست ما سالش عيطوا على قبل نسرين 05 30 300 300 05 30 300 300 فهمت يعني خمس سنين ديال العلاقه خمس سنين ديال الحب كما كيقول هو ولكن تقدري بصح يكون الحب من طرف واحد نقدر غير بوحدي اللي كنت كنحلم محبوزي ات انديسپونيبل تبلوكينا تفضل المراه يكون ديما تفضل المراه ما تبلوكي ما تفضل المراه بغيتي الناس يهضروا معاك نسرين على قبل هادشي اللي وقع في مشون تيست واخا يلاه خليك معنا باش الناس يهضروا معاك باش انت تنفسي مزيان باش تكرمي شويه هادشي اللي وقع لك وليه هادشي دابا في مشون تيست ما سالش عيطوا على قبل نسرين 05 30 300 300 05 30 300 300 محبوزي ات انديسپونيبل تبلوكينا تفضل المراه يكون ديما تفضل المراه ما تبلوكي ما تفضل المراه بغيتي الناس يهضروا معاك نسرين على قبل هادشي اللي وقع في مشون تيست واخا يلاه خليك معنا باش الناس يهضروا معاك باش انت تنفسي مزيان باش تكرمي شويه هادشي اللي وقع لك وليه هادشي دابا في مشون تيست ما سالش عيطوا على قبل نسرين 05 30 300 300 05 30 300 300 ما تفهم المراه بغيتي الناس يهضروا معاك نسرين على قبل هادشي اللي وقع في مشون تيست واخا يلاه خليك معنا باش الناس يهضروا معاك باش انت تنفسي مزيان باش تكرمي شويه هادشي اللي وقع لك وليه هادشي دابا في مشون تيست ما سالش عيطوا على قبل نسرين 05 30 300 300 05 30 300 300 باش الناس يهضروا معاك باش انت تنفسي مزيان باش تكرمي شويه هادشي اللي وقع لك وليه هادشي دابا في مشون تيست ما سالش عيطوا على قبل نسرين 05 30 300 300 05 30 300 300 باش تكرمي شويه هادشي اللي وقع لك وليه هادشي دابا في مشون تيست ما سالش عيطوا على قبل نسرين 05 30 300 300 05 30 300 300 هادشي اللي وقع لك وليه هادشي دابا في مشون تيست ما سالش عيطوا على قبل نسرين 05 30 300 300 05 30 300 300 عيطوا على قبل نسرين 05 سيداتي انساتي وسادتي هذا الماش موم تيست جربوا شريك العلاقه شاكين عندكم الشكوك جربوا معاكم 05 30 300 300 05 30 300 300 ستوندار اذاعات يتخادوا عيطوا تقيدوا ونديروا الما شموم تيست هادشي اللي درتي ايوب ياك اياسي مومو كلشي بخير الله يبارك فيك شي بخير هاني الصحه مزيان الحمد لله نهار كبير هذا السي مومو فاش دويت معك اول مره مرحبا خويا الله يحفظك عزيز خويا مومو عافاك بغيت ندير هذا المشموم حقاش ما بقيتش عارف راسي مرزي في هاد لاغولاسيون راه هضرتي معايا سمعت صوتك سمعت صوتك ايوب وانا نسمع اغنيه مهمومه مهمومه والله يبارك فيك قسم عاتي وليت خدام كنبقى ساهي كيقول لي دير الخدمه مالك عا ساهي نيبا لا والو ياك لاباس تجرب مريم هادي عامين انت معاها اييه كنت كنثيق فيها 100% غير اون فوا دخلات هاد الخدمه هادي تحطيتي وحده هزيتي وحده ما بقيت فيها موالو كنقول لها نجي لداركم كانت ديجا كتماطل
مي ديغنييغمون قالت لي صافي واخا هضر مع الوالد عيطت على بابا باش نتلاقى به ندير معايا اوكوغ ديال هاد لا سمان حيت مسافر غادي يجي نهضر معاه مي هي ما بقيتش فاهم فيها والو فين ما تنعيط ليها ما تنتلاقاش بها ما تنهضروش في التليفون بالليل بالنهار كتكون اون لين ما تتجاوبش ملي كنقول لها كيفاش هادي كنسكرين لها اون لين وميساج ديالي انا واصل وما تقراتوش كتقول لي حكا الخدمه تنجاوب في الخدمه ما كدبش عليك ما بقيت فاهم والو ما عرفتش واش باغا تكمل ما باغاش تكمل عندها شي اونكاجمون ما عندهاش والله ما بقيت عارف شي حاجه خايبه سولت انت يا نيشان سولت قلت لها قول لي شنو كاين قلت لها عاد قول لي الصراحه دبرتي على شي واحد ولا عجبك شي واحد اخر من غيري قولي لي نتقبلها منك كون روح رياضيه زعما صافي ونبعد عليك ماشي مشكل نيشان نيشان شنو كاين قالت لي اه قالت لي لا لا ما عنديش شي واحد غير خدمه هذه حقه كيوا بزاف على خدمه واش حنا ما تعطيني حتى شي وقت انا من غير الخدمه قلت لها انا اللي دخلت كنخدمه انا اصلا ما باغيكش خدمه قلت لها انا خدام ضارب كلشي ديالك قلت لها زعما كيف كاين عندك ما دير بهاد الخدمه انا قلت لك غير قلت لها هي في اون اتوندون تزوجوا قالت لي اه غير نتزوجوا ونريح ولكن قلت لها هادشي دابا اصلا ما بقيتش عارف واش باغي تزوج بيا ولا لا انت دابا ما بقيتش عارف حتى واش معايا ولا ما معاياش ايوب مسألة ديال الزواج والخدمه اللي ما عندهاش علاقه الا كان الا كتبع تخدم خصك تخليها تخدم ماشي حيت تزوج بيك غتحبس الخدمه وماشي حيت عندك الامكانيات ما غتخليهاش تخدم الا كتبع تخدم خليها تخدم دابا نتايا ركزتي على المساله وجاتك انا الخدمه الجديده اللي خدمت فيها هي اللي بدلاتها حيت حيت هي ملي كانت مخدمات كانت معايا مزيان باش نقول لك اي فوا خدمات واش مع صحاباتها واش عندها شي بلان ما عرفتش السيده ما بقاتش كاع تخيل معايا النهار كامل ما تسجلش ابيل اليوم دازت من قدامي الطوموبيل انا غادي على رجلي الخدمه دازت من قدامي قالت لي حقا ما شفتكش فهمتي شي حوايج اللي كيدخلوا الشك واخا ما كذبش عليك واخا ما بقاش مكونسونطري الخدمه هذه انا اللي دبرت لها فيها ما كانتش باغا تخدم غير انا قالت لي واش نبوستي لك لا بوستي لي طونتي لاشونس ديالك صافي وخليتها مشات ويمكن عندها شي صعوبات في التركيز في الخدمه ديالها داك الشيء مركزه بزاف في الخدمه ديالها كذبش عليك خيمهم ودخلني الشك بزاف فهمتي ولا كيقتلني داك الشيء قتلني من الداخل ما كذبش عليك راه كنبغيها بزاف ولكن عرفتي داك الشيء كلاني من الداخل تعصب بزاف ملي تندوي معاها شي نكونوا داوين انا وياها حتى كاين السوجي كيف ما بغا يكون نوعه كتعصب تقول لي لا انت كتقلب على المشاكل انت باغي غير الدابز انت باغي هذا ما يعني انت دابا حسيتي بها باغي دير السبه بحال مدير السبه قلت لها غير جيني فاس قوليها لي فهمتي نعرف شنو كاين نعيطو دابا هادي يلاه 3 شهور باش خدماتي وقول 4 شهور هاد 3 شهور هادي كانت الدوموان الاولين سوطاج دابا خدمات ما تربجات ما بقاتش كتوقع كتوقع نعيطو المريم جربوها ايوب 3 شروط مهمه جدا الماش ممتاز هو التيست تقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف تقدر تعزك انت ما تعزكش انت الى ما عزاتش غير بلاتي احسن وثالثا خصك لاب وداز درمعها في الاخر ايوب واخا خير مومو شنقول لك نعيطو الاخبار خير ان شاء الله يكون خير اخو نعيطو الو الو السلام عليكم وعليكم السلام اش اخبارك لاباس عليك صافا ربي يخليك نقدم لك راسي معك فاتي من شركة ورود المغرب حنا واحد الشركة مختصين في بيع الورود وفي إطار تعريف بالمنتوج ديالنا أكثر درنا واحد القرعة صغيرة ومبروك عليك لالا كنتي ما بين الناس المحظوظين اللي ربحوا معنا بوكيت فلا تقدري تهدي الحب عرفتها تقطع اقطع 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 اخي مامو عاود نعيطو الو الو السلام عليكم وقيله تقطع ديال وي لا معك فاتي حنا واحد الشركه مختصين في بيع الورود درنا واحد القرعه صغيره وكنتي لالا ما بين الناس المحظوظين اللي ربحوا معنا وهادشي علاش عيط لك لالا الا كنتي في شي علاقه رومانسيه بيان سور هاد الكادو لالا كيكون فابور يعني ما تخلصي والو حتى لي فريزون على حساب الشركه ديالنا ما كاينش اصلا شي كادو فابور لا 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 الشركه ديالنا كيعطيو كادو فابور لالا وفاش غادي يوصل السيد غادي تاكدي مني جاتك النيميرو ديالي حنا عندنا باس دوني ديال النوامر كاملين لالا وكنديروا واحد القرعه مره مره لالا باش كنعرفوا الناس بالمنتوج ديالنا اكثر وراه تعزلت لي النيميرو التليفون ديالك هادشي اللي شيطنا عليك داكوغ لالا ميرسي بوكو ايت راديو مريم بخير ميرسي بوكو ايت راديو عرفات الكونسيبت عرف البرنامج عرف كل شيء عرف الشو نعاود نعيطو عاوتاني اخويا ايوب اللي بان لك خيمه وسمعنا الدير مزمر ما كاين حتى مشكل اخويا نعاود نعيطو عاوتاني هي ذكيه بزاف لا ذكيه كتقرا في السما انا المشكل عندي فاتي وانا هو الو لاباس بخير الحمد لله التليفون الحمد لله معك مومو مريم كيف اخبارك بخير ربي يخليك الحمد لله عندك مشاكل ديال الريزو التليفون كيتقطع ياك وي داكشي حيت انا في الطريق داكشي علاش ما قدرتش نجاوب حيت غدا في ناسيونال داكشي علاش واخا حنا غاديين في لانترناسيونال انت معنا في ماش ممتاز راك عارفه الشو راك عارفه البرنامج شكون اللي معك على قبلك باش يجربك ما عرفتش ما عرفتيش غندوزك هذاك اللي ما عرفتيش هضر معاه واو بيوتيفول اخي ديال مومو يا راه هاد القضيه هادي ما معروفش انكوني
دياس 31 دياس والله الا دياس 31 دياس غدا في الناسيونال حنا غادي في الانترناسيونال ما خداناش غدا في الانترناسيونال دابا خايب والله لا سبحان الله العظيم نورمالمون دابا خصني خدامه تكيبان لي القضيه في الانترناسيونال خويا النية النية اعمال بالنيات هادشي اللي كاين اخويا ايوا صافي الله عيات ما تثبتش قطعت المرة الأولى قطعت المرة الثانية واش غندير واش غندير واش نقول شنو نقول شنو نقول ما والو كاين والو بغات تحاول دارت محاولة محاولة دارت محاولة طيب فرصة اخويا ايوب العفو والله الا العفو بلا ما نعاود نعيطو بلا شير ما عرفت اش نبغي يكون تقطع عاوتاني خير من زعما عندنا غدا في الناسيونال جرب اخي من الله يستر عليك وسمح لي والله يجاك الزرد عليك بالله العظيم انا هاني اخويا عاود عيط عاود عيط الله يرحم باك اخي من كتقطع اصبع خفيف سير بلاص ليكرو عندنا مجد بيو صافي اخي مومو كل شيء باين اخويا اسمح لنا صاف عرفتي كتقطع اسرع من كلينت ايستوود في الافلام ديال لا والو والو خير مامود سمعت صوتك انت قلت له الو دابا فهمتي صافي صافي خير مامود الله يحفظك لا يخطيك خويا شكرا بزاف شنو غادي دير دابا ايوب صافي سي بريمي ولد عمي ها ولد عمي سبريمي ولد عمي ها ولد عمي عاود سبريمي ولد عمي ولد عمي قلت غدا في الناسيونال والله الا غدا في الناسيونال انترناسيونال شكرا ايوب اخويا الله يحفظك ايوب ونعرفك نعرفك خويا نشكرك بزاف مرحبا الغزالي اذا كان شي جديد علمنا باش مكان اخويا ايوب صافي باش مكان نقول لك شنو كاين مرحبا دير معنا الماش ممتاز 0 35 300 300 0 35 300 300